تم قتل هؤلاء الدواعش على يد أبناء المقاومة كتائب حزب الله، وهم يرتدون أحزمة ناسفة، وقام الأخوة في فريق الهندسة بتفكيك الأحزمة، والحمد لله والشكر تمت السيطرة على المكان وتحريره بالكامل، وإن شاء الله ما هي إلا سويعات ونقوم بتحرير مدينة الموصل. صاهم هلك دواعش. عسرة يوم مناعي الوالدين. الحمد لله تم قتلهم، وهاي جثثهم المتعفنة، هذا الخنزير.